هذا سائل يقول: هل يجوز التبرك بالكعبة؟ لا، الكعبة يطاف بها، يطاف بها ويستلم الركن، يستلم الركن اليماني باليد ويقبل الحجر الأسود ويمسح باليد، لأنه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو تقرب إلى الله، ما هو بأن تقرب للحجر الأسود، إنما تتقرب إلى الله لأن الله أمرك بهذا. قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نفرق بين علماء؟ أنت حينما تقبل الحجر لا تتقرب إلى الحجر، تتقرب إلى الله، لأنه مشعر من مشاعر الله. نعم.